السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا، ويا أهلا وسهلا. هذه الأرض عندنا بعد ما أزلنا الذرة الصفراء حصدناها كاملة، اللي تبقى عندنا البرسيم. أيضا الأرض هذه، المنطقة هذه، راح ناخذ السماد اللي هناك ونضعه هنا، والمنطقة اللي هناك راح نستفيد منها على هيئة إن شاء الله مراحل الأغنام. الفترة الماضية عالجنا التربة، وضعنا فيها السماد العضوي، واشتغلنا عليها بشكل جيد. بدأنا نجزئها أحواض. تلاحظون الحوض هنا تقريبا 5 في 5. عندي بعض الأفكار أن أجعله مثلا 5 في 2.5، لذلك قطعته من هنا ومن هنا، بيصير تقريبا 2.5 أو 5 طول عرض 3، شيء من هذا. عندي شغلات أرغب أن أعملها. أيضا حرثنا هذه حرثناها وسمدناها وبذرناها أيضا، رغم أنه أنا لا أشجع البذر في يعني بذرة الست، لكن حطينا لنا واحدة عن قولة يعني نشوف. أيضا هذه حصدناها كاملة زي ما تشوفون. خلاص الآن ما عندنا إلا برسيم. إن شاء الله راح أحاول أجيب شتلات بلوبانيك، طبعا هذا نبات الخبيز، تأكل الأغنام لا بأس فيه، ومتكاثر عندنا هنا، وهذا وقته. وأساسا الظهور هذا والإنبات يدل أنه خلاص الآن إحنا يفترض أنه نقبل على الزراعة، تحسنت الأجواء. راح إن شاء الله اليوم نشتغل على هذه، نحاول نحرثها كاملة. هنا حرثوا شوي، وباقي راح يكملون اللي هنا، وأيضا المنطقة هذه كاملة. أيضا باقي عندنا حوض واحد هنا راح نشتغل عليه، لكن الحوض هذا راح أضع عليه، هذا واحد فقط لوحده، راح أضع عليه سماد عضوي خاص، مش العضوي المعتاد، لا عضوي خاص على الحوض هذا لوحده. أبغى أشوف الإنبات وأشوف وضعه. الذرة جمعناها هنا زي ما تشوفون. أهلا يا قطتي، صباح الخيرات، كيف الحال؟ أهلا يا حبيبتي، أهلا أهلا أهلا. طيب نلعب بعد ما نكمل الدرس. وضعناها هنا زي ما تشوفون كاملة، ننتظرها تنشف ثم نقدمها للأغنام. البساس هذول حلوين أو القطط، لكن كسر علينا البرسيم. بس يا حبيبتي بس، الآن دخلت بين رجولي. طيب إن شاء الله راح نشتغل على هذه. عندنا العزاقة اليدوية، وهي جيدة للمزارع الصغيرة، المزارع الكبيرة طبعا لابد من حراثة، لكن العزاقة اليدوية في مواقع زي هذه حتى نزولها إلى ما يقارب 20 إلى 25 سنتي نوعا ما جيدة، يعني تؤدي غرض. طيب احنا نروح نلبس لبس العمل وننطلق بإذن الله. نشوف السيد قفزة جاهز الآن. سيد قفزة، كيف حالك يا سيد قفزة؟ أهلا يا عنزاتي المباركات. حرثنا القطعتين، هذه واحدة والثانية هناك، والآن سوف نبدأ نحرث هذه. طيب ما هي الطريقة؟ أولا المربع كاملا 5 في 5 تقريبا، راح نضع العزاقة اليدوية هنا ونمشي بهذا الاتجاه إلى الزاوية، ونرجع وبعدين من النصف نجي مرة ثانية. ليش يا أخوان؟ علشان لما ناخذ لفة ونرجع من جديد، اللفة الثانية اللي بناخذها راح يعني احنا عملنا لفة من هنا راح تكون بعدها بخطوة. طيب خلوني أشغل العزاقة واشتغل، اخذ لفه واوريكم الطريقه المثلى. الان عملنا المربع الاول بهذا الشكل.
الآن العزاقة راح تمشي نفس الفكرة على الطريق هذا، بس لما تجي ترجع من جنب هذا، يعني مرة أخذ من هنا شوي، والمرة الجاية لما أرجع ما راح أرجع الخط هذا، راح أرجع من قبله هنا لفتين ثلاث أربع كذا، إن شاء الله راح أكون أنهيت الموقع هذا كاملا. أنهينا القطعة هذه كاملة. الآن عندنا القطعة هذه، خلي العامل يتدرب شوي. شوف الآن هو طبعا كتفكير عادي راح ياخذ لفة كاملة، لكن نشوف هل هو محترف ولا لا. أحسن يا محترف، الله يعدد الاحتراف على خير. الآن راح يوصل لقبل الأخير، وبعدين يلف مرة ثانية. طبعا هذه أول مرة يشتغلها، ف لابد يكون عنده شوية أخطاء، بس شوي شوي يتعلم ويصير كويس. لازم المسارات اللي زي هذه المرتفعة، شايفين في ارتفاع، هذه لازم تحفر كويس، وأيضا هذه لازم تحفر كويس. لازم العجلة الأمامية تنزل في الأرض بزيادة. الطريقة اللي هو يسويها الآن مش جيدة، لازم ينزلها أكثر، بس نخليه ياخذ لفة كذا يتعلم. اشتغلنا القطع هذه، واحدة اثنتين ثلاث أربع خمسة ستة سبعة، الثامنة خلص البنزين، راح نجيب بنزين نحطه إن شاء الله في المعدة ونكمل عملنا. بعد التقليب أنا أفضل إن الأرض تبقى مكشوفة، يعني بالكثير إنه إحنا بس نقوم بتسويتها نوعا ما وخلاص، ونخليها يومين ثلاثة أيام يعني تنشف قليلا. وضعنا السماد العضوي، وضعنا حاد السوبر فوسفات الكالسيوم، كبريت الزراعي، كل الأشياء هذه جيدة من أجل إن شاء الله يكون فيه إنبات جيد. بعد ما نضع البذور احتمال اليوم ممكن ان هذا الحوض الاول اشتغلناه، والثاني ممكن نشتغل الثالث والرابع، نحط بني كام كتجربة ونشوف ايش يطلع معنا.